السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المعلمة آيات زياد العلي من روضة ومدارس السابلة. اليوم سوف نتعرف على حرف جديد من حروف اللغة العربية، وهو حرف الزاي. دعونا الآن نستمع ونتعرف على حرف الزاي من خلال قصة. أرجو أن نستمع جيدا لنتعرف على حرف الزاي. استمع جيدا. أتعلم حرف الزاي. حرف الزاي. وجبة الفطور. أعدت زينب وجبة الفطور لها ولأخيها زيد، ودعته إلى تناول فطوره. فقال لها زيد: ماذا أعددت يا زينب لوجبة الفطور؟ قالت زينب: زعترا وزيتا وزيتونا وخبزا. فقال لها: وأين الشاي يا زينب؟ فقالت له: إنه هنا في هذا الإبريق يا زيد. فقال لها: أتعرفين يا زينب أن وجبة الفطور تنشط الذهن؟ والطفل الذي يتناول فطوره أذكى من الطفل الذي لا يفطر صباحا؟ قالت زينب: من قال لك ذلك يا زيد؟ معلمتنا زاهية في درس العلوم. الآن استمعنا معا لقصة حرف الزاي، والآن من يقول لي ما اسم الولد والبنت في القصة؟ اسم الولد زيد واسم البنت زينب. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يتناولون وجبة الإفطار. هل وجبة الإفطار من الأشياء المهمة والأساسية؟ نعم، إن وجبة الإفطار تساعد على النمو السليم، وأيضا تساعد على الذكاء، إنها تنمي العقل. يا طفلي العزيز، من يقول لي ماذا كان يتناول زيد وزينب على الإفطار؟ نعم، كانوا يتناولون الزعتر. كانوا يتناولون زعتر. 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 هل كلمة زعتر تحتوي على حرف؟